بسم الله الرحمن الرحيم. 45 years old female patient with an HSC focus in the right loop. الست دي كان جايه تشتكي من ديسبيبسيا، فعملت الكلينيشن طلب ترايفيزيك سي تي. ف بالترايفيزيك سي تي ظهر الفوكال ليجن اللي احنا شايفينها دي، واخده التيبيكال باترن بتاعت الترايفيزيك سي تي اللي هي الووش ان ووش اوت. كان الديسيجن هو الاوبتيمم كان للبيشنت دي ان احنا نعمل كومبايند تكنيك، ان احنا نبتدي الاول بتيس وبعد كده نكمل بار اف لو بعد التيس في ريزيديوال يعني. لكن المشكله ان البيشنت استنينا لحد ما الانزيمز والبيليروبين يتحسن، البيليروبين ما نزلش عن 2.7 والانزيمز كانوا اباف 170 وكانوا بيعلوا. فكان الليجن دي اتعملت بعد كده فولو اب بالالتراساوند مش بالترايفيزيك، فالليجن دي كبرت حوالي نص سنتي. فكان الديسيجن ان احنا نعمل ار اف ونشوف بعد كده بعد شهر هنعمل سي تي تاني ونشوف الاخبار ايه، لان الليجن دي كانت 4 في 3 ونص. فالليجن لو هي اكتر من 3 ونص سنتي المفروض ان احنا لازم نعمل كومباين تكنيك، الار اف نوت انف الون. ادي الليجن، احنا الاول ادينا لوكال انستيزيا في التراك، زايلو في التراك، ادينا لوكال انستيزيا في التراك زايلوكاين، وبعد كده هنحاول نخش بالابره. لازم نعمل انفلتريشن لحد الكبسول بالزايلو بحيث ان احنا نقلل البوست بروسيجر بين للبيشنت. البيشنت بتبقى نايمه بتاخد ديبريفان. البروسيجر ممكن ياخد من تلت ساعه لحد ممكن يوصل ساعه ساعه وربع كمان في الحاله اللي زي دي، لان احنا في الحاله دي عملنا اوفرلاب. اوفرلاب يعني ايه؟ يعني الليجن هنا كانت 4 في 3 ونص، فاحنا ما بنعتمدش على اكبر بوردر، احنا بنحسب الثلاثه بوردرز كانهم فوليوم. فقسمنا الليجن لثلاث اجزاء او ممكن اربع اجزاء، الليجن دي قسمناها اربع اجزاء. قسمنا كودال بارت او انفيريور بارت اللي هي ممكن تبان في صوره السونار الباراساجيتال هتبقى لجوه، يعني قسمناها حته تحت وحته فوق. وبعد كده نشوف الجزء اللي ما خدش اللي ما اتحرقش كويس، هنشوف ازاي نعرف ان هو اتحرق ولا لا، ونكمل بعد كده الجزء اللي ما اتحرقش نحرقه حرقه ثالثه وممكن رابعه كمان، بحيث ان احنا كل الفوليوم بتاعت الليجن تبقى اتحرقت. دي ادي النيدل وهي داخله، دي الليجن اهي، النيدل داخله خلاص عدينا الكبسول ودخلنا الليفر. ادي الليجن، النيدل دخلت الليجن. وانس ان احنا دخلنا الليجن المفروض ما نطلعش بره الليجن، لازم نفضل في الليجن، ما ينفعش نطلع بره الليجن. لو حبينا نطلع بره الليجن لازم نحرق التراك اللي احنا دخلنا منه، اللي احنا بنسميها تراك ابليشن، اللي احنا بنعمله بعد ما نخلص حرق الليجن خالص في الاخر بنعمل حاجه اسمها تراك ابليشن. لكن لو احنا دخلنا جوه الليجن لازم نفضل جوه الليجن. او لو حبينا نطلع ونعدل الوضع النيدل يبقى هنخش بانجل تانية، بس الانجل اللي احنا دخلنا منها لازم نعمل لها تراك ابليشن. ده الجهاز، في انواع كتيره جدا من الاجهزه والنيدلز، ده اللي موجود عندنا تحت في القسم في وحده الاشعه التداخليه. هنا النيدل دي بتتفتح 2 سم 3 سم لحد 5 سم، في نيدلز ثانيه 7 سم. النيدل 5 سم تحرق 3 سم، قطر 3 سم، فبالتالي الليجن دي 4 في 3.5 سم، فما ينفعش نحرقها مره واحده. فقسمناها، يعني هنحرق، هنخش في الجزء اللي تحت منها نفتح ال 5 سم نحرقهم تماما بحيث ناخد سيفتي مارجن منهم، وبعد كده هنخش في الجزء اللي فوق ده نحرقه، وبعد كده دخلنا في الكيفاليك بارت اعلى حته فيها حرقناها لوحدها، والكوداليك بارت حرقناها لوحدها، يعني عملنا اربعه سيشنز، اربع مرات حرق في نفس السيشن، يعني بنسميها اوفرلاب تكنيك. هنا الليجن لما تبتدي تتحرق بتبان ابيض، الليجن نفسها بعد ما كانت هايبو ايكويك، هايبو ايكويك يعني تميل للسواد، ابتدت
الجزء اللي بيتحرق منها يبان ابيض زي هنا. الجزء اللي هو بره الليجن بيبتدي برضه بيوصل له الحراره اللي هنا ده. ومهم جدا ان احنا نبتدي لما نيجي نخش، يعني لما نيجي بالنيد نخش الليجن نفسها ما بنخشش لحد نصها، احنا بنخش جواها ونقف على اولها وبعدين نبتدي نفتح بحيث ان المارجن ما يحصلش فيه بعد كده ريكارنس. يعني لازم ناخد نعمل حسابنا ان السيفتي مارجن اللي احنا بناخده ده بيبقى اول اوفر اول اراوند الليجن. فاحنا قلنا هنقسمها الحته اللي تحت دي وبعد كده هناخد الحته اللي فوق لوحدها وبعد كده هنعمل اوفرلاب الجزء الكفالك بتاعها الاعلى جزء فيها في الكاتس هناخده لوحده واكتر حته نازله فيها هناخدها لوحدها. يعني عملنا 4 مرات بحيث ان احنا نقدر نغطي الفوليوم بتاع الليجن كله. هنا كل التايم طبعا بيبقى الجهاز بيحسب، احنا بنقف عند الـ2 سم الاول وبعد كده لحد ما الحراره توصل درجه معينه 105 وبعد كده بنحرق بنقف عند 3 سم وبعد كده بنفتح 4 سم وبعد كده نفتح 5 سم بحيث ان احنا نغطي الحته كلها اللي احنا عايزينها. احنا كل ده في الجزء اللي احنا دخلناه تحت. يعني احنا مش تارجتنج السنتر بتاع الليجن عشان نعمل اوفرلاب، فاحنا اتفقنا ان احنا هنخش في الجزء اللي تحت بتاع الليجن الاول بعد كده نطلع في الجزء اللي فوق لوحده. يعني هنتعامل على ان، يعني هنا المفروض احنا لما جينا قسناها هنقول مثلا ان الجزء ده اللي جوه الليجن ده 2.5 في 2.8 مثلا في 2.7 مثلا، فهنحرق في الجزء ده اللي هو 2.8 و2.7 و2.5 هنحرق 5 سم، وهنطلع هنا في الجزء اللي فاضل ده هنحرق 5 سم تانية، وهنعمل اوفرلاب برضو في الحته الاكتر السوبيريور بارت بتاع الليجن هنحرق 5 سم والانفيريور بارت بتاع الليجن هنحرق 5 سم بحيث نقدر نغطي كل الفوليوم بتاع الليجن. لو احنا حرقنا الليجن دي بارشالي بس، يعني حرقنا جزء وسيبنا جزء تاني، المشكله ان الليجن دي بيحصل لها بتبقى ايجر ان هي تكبر اكتر وبيحصل لها اوفر جروث اسرع، فيا اما نخش نعمل ار اف للليجن كلها يا اما ما نعملش. لو احنا دخلنا عملنا مجرد جزء وسيبنا باقي الاجزاء هتحصل مشكله ان الليجن دي بدل ما يبقى الدبلنج تايم بتاعها مثلا شهرين ولا 3 شهور ولا 6 شهور بيبقى اسرع بكتير، هيغير البيهيفير بتاع التيومر، يعني هيغير البيهيفير بتاع التيومر، هيعمل ري اكتيفيشن للسيلز. الليجن دي هاي، فاحنا داخلين بنبقى بناخد بالنا من البلورا. يعني اللنج هنا حركه الجلايدنج ساين بتاعت حركه البلورا على اللنج هي الجزء ده هيبان هنا، الجزء اللي بيبقى ابيض هنا ده الخط اللي بيتحرك ده. فاحنا داخلين انتيريور، يعني الليجن لما تبقى هاي الموست سيف ان احنا نخش، احنا بنخش انتركوستال سبيس، فلو هي هاي قوي بنخش انتيريور، ولكن لازم نبقى عارفين لو احنا داخلين بالسونار لازم نبقى عارفين فين اللنج، حدود البلورا فين. او ممكن ناخد السونار ندخله جوه السي تي ونبقى اندر الترا ساوند وسي تي جايد، بحيث ان السي تي هيبقى اسهل لنا لو هو مور فاميليار ممكن هيبقى اسهل لنا ان احنا نشوف هل احنا بعيد عن اللنج ولا لا. بعد ما الجزء ده بيخلص ادي حركه اللنج هنا هتبان، ادي دي اللنج دي الجلايدنج ساين بتاعت البلورا والمفروض هنا دي اللنج. فبعد ما نخلص ده بعد ما الليجن دي تخلص خالص قدامنا حلين، يا اما نطلع بعد ما فتحنا 5 سم يا اما نفضل نطلع بالنيدل ونري دايركت النيدل نقفلها خالص ونري دايركت النيدل واحنا لسه جوه الليجن للجزء اللي فوق، وده بيبقى غالبا براكتيكالي صعب جدا، فبنضطر ان احنا نطلع بالنيدل كلها بس بنعمل تراك ابليشن وبعدين نخش بنيدل تانيه في الجزء اللي احنا ما عملناهوش بحيث ان احنا نعمل اللي احنا الاوفرليب اللي احنا قلنا عليه. محمد دلوقتي في فيلم سايتس فور ذيس فوكال ليجنز اللي انت تخش تضعف، يعني ممكن تجي لك حاله تقول انا مش عارف اطلع من الكيس مثلا. بالظبط. في حاجات ما نعملش ما نقدرش نعمل فيها ار اف. لو الليجن اكزوفيتك ولازقه في باول لوب، لا اي باول لوب ما نقدرش نعملها لان بنخاف من البرفوريشن. لو هي لازقه في الجول بلادر لازم سيفتي مارجن ما بيننا وبين الجول بلادر حوالي اتليست نص سنتي اتليست. فساعات في الجول بلادر بنعمل المايكرويف، احنا اشتغلناها دكتور شريف ابتداها في القسم عندنا في الوحده تحت، واحنا عملنا بعد كده حالات قليله مش كتيره. الفرق بين المايكرويف والار اف، المايكرويف الهيت بتاعته بتبقى اقل، فممكن لو حته جنب الجول بلادر مثلا في عندنا 4 مللي بيبقى الايفكت بتاعها اقل شويه. وبنحاول نخش لما نبقى جنب الجول بلادر بنخش ما بنخشش بارل للجول بلادر، بنخش بيربنديكولار، بيبقى التراك لازم بيربنديكولار للجول بلادر بيقلل ان الهيت يوصل للكونتاكت.
هنا الجزء بتاع الليجن اللي احنا حرقناه ابتدى يبقى ابيض خالص، فاضل لنا الجزء الهايبو. الجزء الهايبو ده ما دام ما بيضش يبقى لسه ما وصلتلوش حراره، يبقى ده لسه ده الجزء ده لسه اكتف. فما دام لسه اكتف يبقى هنخش له نعمل اوفرلاب، يبقى نخش بنيدل في الحته دي. فبالتالي احنا قسمنا الليجن دي كذا حته بحيث ان احنا نقدر نغطي الفوليوم، ما نقدرش ان احنا هي الليجن 4 سم، فالنيدل دي بتفتح 5 سم لكن بتحرق 3، فما ينفعش نحرقها 3 بس لان هيحصل الاوفر جراس بعد كده. احنا كده بنطلع، هنطلع بالنيدل، بنعمل هنعمل تراك ابليشن، بنطلع سنتي سنتي هنا لحد الكبسول، نفضل نطلع، هنحاول نطلع بالنيدل. احنا هنا لسه بنبص عليها بنشوف ايه اللي فاضل، ايه الاكتف كومبوننت لسه اللي فاضل. احنا بعد ما طلعنا عملنا تراك ابليشن، طلعنا بالنيدل، دخلنا بنيدل تانية دايركتد بقى للجزء اللي فوق اللي هو الاكتف كومبوننت، اللي هو ده اللي هو الحتة السودة دي اللي هي ما خدتش هيت خالص. ممكن احنا نحط النيدل ونسيبها. الافضل ان احنا يعني يفضل ان احنا لازم نشوفها كل شوية، لان احيانا لو التيومر هارد بيروح رادد النيدل تاني، فما ينفعش ان انا احط النيدل واسيبها لان هي بتاخد وقت، فما ينفعش ازهق مثلا اروح اعمل حاجه وارجع او ابص على حاجه تانيه، لان ساعات النيدل نفسها لو ما خدتش بالي ممكن تتحرك حتى لو فتحناها. يعني مش شرط لو احنا فتحناها ما تتحركش، ساعات بتتحرك لو التيومر هارد ممكن تنط شويه. وده الجهاز بيحسب الهيت وحاجه اسمها امبيدنس. لو الليجن زي دي احنا كنا قلقانين من الفيسل ده، الفيسل اللي جنب الليجن هيقلل الهيت اللي وصل لها في الحته دي اللي هو الفيسل ده، البورتال فين ده، الراديكال ده كان قريب من الليجن، فاحنا ابتدينا بالجزء اللي هو قريب من البورتال فين عشان نشوف هل الهيت هيحصل لها، بنسميها هيت سينكينج افكت، هل الهيت هتقل جوه الليجن ولا لا. فالهيت ما قلتش ليه؟ لان كان البورتال برانشنج قبليها، فلو الدايمتر بتاع الفين اللي جنب الليجن 4 مللي او 5 مللي، يعني مش اكتر من 5 مللي، الهيت سينكينج غالبا ما بيحصلش. الهيت سينكينج يعني الحراره، البورتال فين، البلاد فلو اللي جوه البورتال فين هيقلل الحراره اللي بتوصل للليجن، فبالتالي الحرق مش هيبقى sufficient enough. فلو بورتال فين مين، المشكله مش في البليدنج، المشكله مش يعني ان شاء الله لو البروفايل بتاعه كويس ما بيحصلش بليدنج، هي المشكله كلها ان الحراره ما توصلش الكولينج افكت بتاع البلاد فلو. هو يعني الباقي اللي هيبقى زيه لو انتم مستعجلين. انا بشكر بس زميلنا دكتور حمزه الجندي لان هو تعب معانا وصور الحالات الفيديو لان هو كان ساعدنا فيها، فانا لازم اشكره.